النهارده من الحاجات المهمه اللي حصلت امبارح وحقيقي كلنا محتاجين نركز عليها ونحللها هي زياره الرئيس السيسي امبارح بالزي العسكري لمقر القياده الموحده في شرق القناه لافتتاح مقر القياده ايضا او قياده قوات شرق القناه لمكافحه الارهاب. امبارح الرئيس السيسي ايضا دعا المصريين الى الغضب ضد الارهاب وما يحدث في سيناء وقال لن نسمح لاحد ان يقرب من مصر او يدخلها في فوضى وتدمير وبجانب حربنا على الارهاب ايضا نقود حرب بناء. وكان ايضا المتحدث الرئيسي لرئاسه الجمهوريه اشار الى مجموعه من النقاط المهمه فيما يتعلق ب ايضا سيناء وتخصيص المليارات من الجنيهات ل ايضا اعاده البناء واعمار سيناء. خلونا نتابع ايضا هذا المقطع. بس هو مش ممكن هنقدر نستكمل ده غير بتعاون كل المصريين واللي على راسهم الناس اللي في سيناء. انتم ما تسمحوش لحد ان هما اصل خلي بالكم ما المعركه دي بفضل الله سبحانه وتعالى يا هنهزمهم يا هنهزمهم. امال ايه؟ امال لازم تكون عارفين كده. احنا يا نهزمهم يا نموت. مش هيحصل غير كده. يتشالوا من وش من فوق وش الارض كل قوه وكل عنف يا محمد. اما ليه ولا في اللي يسلم نفسه خلاص يتحاكم طبقا للقانون، لكن اللي يرفع السلاح ده امر ما لا لا لا. احنا ما بنخافش غير من ربنا بس، بنراعي ربنا في اهلنا سواء كان في سيناء او في اي حته، لكن في الموضوع ده هذا الامر لن نهدأ حتى يتم تماما الانتهاء من هذا الموضوع. لما حد يفكر يقرب من اللي احنا بنعمله لا ما نقدرش، لازم اغضب. احنا مش هنسمح تاني بقولك ان حد يقرب من مصر تاني ويدخلها في الفوضى والخراب والتدمير تاني. وعشان كده مش انا بس اللي اغضب، ده كل المصريين يغضبوا، ده كل شريف وكل صاحب ضمير وصاحب حب البلد الحقيقية لما يشوف اللي بيتعمل ده. اللي انتم متهيألي كلكم رغم متابعتكم فوجئتم بحجم العمل اللي بيتم، رغم ان فيه هنا حرب بتتم كمان، حرب بتتم لكن وجنب منها حرب تانية، حرب بناء وتعمير وتنمية على قدم وساق. نتكلم في 275 مليار جنيه منين يعني؟ وهندفعهم عشان نديهم لحد تاني ولا ايه؟ انا بقول الكلام ده ليكوا عشان محدش يضحك على المصريين وياخدهم في سكة مش مظبوطة. لا، دي بلادنا ودي ارضنا واحنا ما بنطمعش في حاجة حد، وبرضه احنا مش هنخلي حد يطمع في حاجتنا، بس مش بالعافيه. اللي هو ايه؟ اللي هو ما ينفعش يكون ينتهي 2030. اي حاجه ممكن نقول انها تنتهي 2030 الا دي. طبعا. دي لازم تكون بفضل الله سبحانه وتعالى 2022 نكون مخلصين البرنامج. طبعا. ازاي بقى نخلصه؟ ده موضوع نتكلم فيه. طبعا. وعشان كده انا كنت بقول هاجل كلامي في الموضوع ده للاخر. انا بقول للمصريين الدفاع عن البلد والحفاظ عليها مش كلام. الدفاع عن البلد والحفاظ عليها مش كلام. لا، ده بذل. بذل وايثار. لكن ما نحطش وانا عارف ان المصريين هيفهموا الكلمة دي كويس وهيساعدوني كويس. انا محتاج اموال، لازم نتكاتف كل ده، حكومة ومواطنين وبنوك ورجال اعمال ومستثمرين في وعاء احنا موجود دلوقتي اللي هو تحيا مصر. انا محتاج مليارات من الجنيه. كلمة طبعا كانت محددة وحازمة وصارمة وردت على كتير من الشائعات اللي بتتقال والكلام الكتير اللي بيتقال عن سينا. وكان أكتر جملة طبعا عجبتني من امبارح وانا بتفرج انه يا نهزمهم يا نهزمهم، يعني ما فيش حاجة تالتة.